علنا حرك شعب المواطنين والسلفيين وحزب التحرير ينتقيه في معاهدات الدولة التونسية وفي الإطاحة بالدولة التونسية وفي الإطاحة بالحكومة اللي يعبروا عليه صراحة حتى رموزه معني. هم يتكوا على مطالب معناها معقولة ولكن يحولوها إلى مطالب شعبوية معناها كشف الحقيقة في ملف الطاقة. هذا مطلب معناها شعبي مش مطلب خاص بحرك شعب المواطنين، لكن طريقة تقديمه وطريقة معناها تحريكه في الظرف هذا بالضبط اللي تشكو فيه البلاد صعوبات ومحاولة معناها تجيش الشارع وتجيش الشباب الصغار وتغلق المشاعر وإيهامهم بأن سعادتهم تكمن في أنهم يتحولوا، أن تونس تتحول إلى دولة ريعية كما دول الخليج، أن الناس قاعدة ما تخدمش وتاخذ فلوس ثلاث شهر. هذا يؤدي إلى أنه هذه حاجة سيئة معنى إطلاقها. هذه في تنة دولة معادين للدولة، حزب التحرير معادين للدولة بطبيعة، تلفين معادين للدولة بطبيعتهم، وخراب شعب المواطنين معروف مواقفه معناه مش غريبة. وهذه الكل في النهاية ترتبط موضوعيا مع الدواعش، لانه الدواعش مع الدور بتاعهم هي شكل من اشكال اداره التوحش هذه، انهاك الدوله واضعافها واستضعافها واستغلال. خاطر اذا كانوا وين البترول؟ شنو دخل مراكز الامن حرقانهم مثلا؟ شو علاقه وين البترول؟ فما عباد تخدم من اجل انهاك الدوله واضعافها وتدميرها وتدمير مؤسساتها وافقاد الناس الثقه في الدوله، هذه كل من اجل نشر الفوضى. هي العمليه مرتبطه، هي العمليه لم تتعلق لا تتعلق بدوز، لكن هذه احداث تتكرر دائما. شفناها في الهيبه، شفناها في بنقردان، شفناها في مناطق حدودية مع الجزائر، وين يتم احتجاج يتم التوجه إلى مراكز الحرس. إذن هذه معناها ما تطلبش ذكاء كبير، أنه استهداف مراكز الحرس خاصة في المناطق الحدودية هي يستفيدوا منها الإرهابيين والمهربين، وهذه علاقة معناها مرتبطة بعضها، الإرهاب والتهريب مرتبطة بعض. لذلك مثلا دوز اللي هي معتمدية شاسعة جدا هي ومعتمدية الفوار، ويوصل حدودهم إلى حدود الجزائرية وتغطي تقريبا كل المنطقة الترابية اللي تمر برجيم معتوق والمطروحة. المناطق هذه هي مسالك للمهربين ومسالك للإرهابيين. لذلك استهداف مراكز الحرس الوطني ومراكز الأمن هي عملية منظمة وممنهجة لإضعاف لإلغاء الدولة، لأنه في الحقيقة برشا مناطق موجودة في ولاية قبلي ريالمو ما فيها كان مركز الحرس اللي هو رمز الدولة. إذن أولا تدمير مركز الحرس اللي هو رمز الدولة هو إلغاء رمزي للدولة، واثنين هو فتح الطريق أمام الإرهابيين والمهربين باش يولوا نجموا يتحركوا معناها بسهولة. وهذه في النهاية مرتبط بالفكر الداعشي، وأعتقد أنه حزب التحرير والسلفيين معناها ما فماش مشكلة مع ارتباطهم بالداعش، وخراب شعب المواطنين يبدو أنه يبحث عن الفوضى. دونك هو في النهاية مرتبط معناها عضويا بالدواعي، فكرة داعش هي ضد الدولة التونسية. منطقة قبلي هي منطقة معناها تكاد تكون منكوبة، ما فيهاش تنمية، خاصة ما فيهاش سياحة، هي قائمة على السياحة، ما فيهاش تنمية، ما فيهاش تشغيل، وما فيهاش دور كبير للمجتمع المدني والمنظمات والأحزاب لتأثير الشباب والإحاطة بهم وتوعية أهالي المنطقة. منطقة قبلي وعموم الجنوب، أغلب المناطق الجنوبية في عامة في توزر وفي تطاوين وفي مدنين، عندهم إحساس اللي هما محكورين وأنه تم التخلي عليهم. هذا يخلق نوع من الشعور بالغبن، تستغله بعض التيارات التكفيرية والجهادية والسلفية. في الحقيقة حتى الدولة تحمل مسؤولية، معناه أنا نعرف الأمنيين يشتغلوا في ظروف صعبة جدا، ما عندهمش إمكانيات، ما عندهمش مراكز معناها لائقة، ما عندهمش سيارات، ما عندهمش عربات رباعية الدفع للتنقل، معناها خاطر منطقة صعيبة، منطقة صحراوية، يجعل ما يخلي الأمن مش قوي ويخلي البلاصة ديك خاسرة رخوة فيها استعدادات عند نوعية من الناس اللي حاسة بالتأمين. فيها غياب للدولة مكان حضورها في مؤسساتها وإلا حضورها في مشاريع تنموية، فيها غياب للأحزاب والمجتمع المدني اللي ما تقومش بتأثير الناس وتوجيه هذه الاحتجاجات والنقابات، ما تماش غادي معناها مش كما جهات أخرين فيها مجتمع مدني باهي واتحاد شغل ونقابيين وسياسيين وأحزاب تأثر. إذن هذا الكل مع أنه فما ناس تخدم عليه وتوجه نحو مصالحها لضرب الدولة وبث الجهوية
خاطر ما ننساوش المنصف مرزوقي اللي تروى الثمان التالي يحكي على تقسيم تونس الى اقاليم تتمتع بنوع من الاستقلال الاقتصادي والمالي. هذه هي معناها. الاهم من ذلك انه اغلب اهالي دوز والناس هما ناس وطنيين وناس يحبوا البلاد وما ينساقوش وراء هذه الدعوات ومهمش ما. ولكن هناك مجموعات صغيرة متحركة موبيل هي اللي تقوم بذلك. اما انا ابرئ اهالي الفوار واهالي دوز من انهم يكونوا معناها انصار لهذه التيارات الهدامه، لانهم اهالي المنطقه ذيك معناها منذ المعركه ضد الاستعمار، معناها معركه البرج معركه مشهوره، وهما ناس ناضلوا معناها ضد الاستعمار، وهما ناس بنوا الدوله وحماوا الثغور وحماوا الحدود وعمروا الاراضي غادي وعملوا معناها اجود انواع التمور، قسموا وساهموا في الثورة بالشهداء معناها، وأسهموا في الانتقال الديمقراطي وشاركوا في الانتخابات ونسب مرتفع. إذا ما أعتقدش أنه المرازيق وأهالي نزاوة بصفة عامة عندهم علاقة بالدواعش. هناك أخبار على أنه حزب التحرير أرسل موفدين إلى تلك المناطق، هناك أخبار أنه حزب المؤتمر أيضا كيف لم يلزموا يعمل دوره. أهالي دوز والوطنيين والغيورين يعرفوا شكون جاء ويعرفوا شكون وين اجتمعوا ويعرفوا مع شكون اجتمعوا ويعرفوا شكون يحرك في الاحتجاجات. ما على الدولة إلا تطبيق القانون فقط، على السلطة المعنية وعلى رئاسة الحكومة تحديدا ومجلس النواب أنهم يعاملوا منطقة الفزاوة وقبلي معناها مثل ما عاملوا بقية المناطق اللي تمت فيها احتجاجات. لو عندما قامت الاحتجاجات في الذيبة وفي تطاوين مشى وفد وزيري وفد برلماني وفد من المجتمع المدني، وقت اللي قامت الأحداث في الحوض المنجي مشى وفد وزيري وفد برلماني وفد من المجتمع المدني، قبلي لم يتوجه إلي أحد، لا من البرلمان لا من المجتمع المدني لا من الأحزاب. طالب برئاسة الحكومة أن تقوم بمجلس وزيري للنظر في الوضعيات قبلي، وعلى البرلمانيين على نواب الشعب أن يتوجه منهم وفد ينجم يكون مرفقين ببعض وزارة ومجتمع المدني. أنا عندي استغاثات من عندي ناس طالب أنه يهبط لهم وفد للإنصات، خاطر يلزمك تسمع العبيد على الأقل لامتصاص الغضب ولتفريق بين المخربين وبين اللي يطالبوا بمطالب مشروعة. هناك شركات البترول في الفوار متوقفة على الانتاج، ثلاثة شركات، والناس طالبة أنه وفد مفاوض يتصل بهم ليفضل الاعتصام. يعني الناس طالبة إشارة من الدولة اللي هي معناها تراهم تنصت لهم، ولابد لهنا هذه وظيفة الحكومة وظيفة البرلمان وظيفة المجتمع المدني هي أن تتصل بالناس المحتاجين باش نجموا نعملوا التفرقة بين الناس اللي تحتاج من أجل مطالب مشروعة في التنمية والتشغيل وبين المندسين والمخربين اللي هما معناها من يحبوا يستغلوا هذه التحركات السلمية والمشروعة باش يوجهوها اتجاه عنيف يمثل خطر على الدولة التونسية.